السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معي أخواتي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المهم أخواتي، الفيديو اللي غادي نهضر فيه اليوم غادي نهضر على القبول ديال البنيات اللي باقي ما تزوجوا شي. المهم البنيات أو المطلقات بحال هكايا، أولا الأرملات اللي باقيين صغار. المهم راه كلهم تيتسموا يعني كيتسموا وليات. المهم راه باقي تيكونوا باقيين صغارين، راه تقريبا راه كاين اللي غير كتزوج وكتطلق، وكاين عاوتاني مسكينه اللي يعني كيموت ليها الراجل، وكاين عاوتاني اللي كتكون باقا ما متزوجاتش، وكاين اللي كيكون يعني داز الوقت وباقا ما تزوجاتش. المهم هادو هما يعني اللي هذا هو القبول اللي غنعطيهم انا ان شاء الله. ربي يسهل عليهم ان شاء الله يا ربي، يعني داروا هاد القبول ربي يسهل عليهم ان شاء الله. المهم الحبات ديالي، المهم هاد القبول باش غادي نديرو، غادي نديرو بالورقه ديال الراند. هادي هي ورقه ديال الراند، هي غير ورقه كاع. الا ما كانش عندكم جوج او الا ما كانوش عندكم بحال هكا يديروا غير ورقه كاع، ولا الا كان عندكم بزاف ماشي مشكل. معليش جاي، المهم اوراق الراند، وحنا كنعرفوا اوراق الراند يعني راها في الحقيقه راها مزيان نبخروا بها الديور ديالنا. كتحيد علينا التابعه، كتحيد علينا العين، كتحيد علينا في الحقيقه كنرتاحوا ملي كنشموا ديك الريحه ديالها، كنرتاحوا يعني كتعطينا الطاقه الايجابيه في الدار وكترد الطاقه السلبيه. يعني الرند راه حتى هو مهم بزاف يعني في عندنا في الدنيا، راه يعني في الحياه ديالنا راه مهم وكنطيبوا به. المهم راه عنده زعما منافع كثيره الرند. المهم اخواتي، هو ان شاء الله اللي غادي نديروا اليوم في القبول ديال البنيات الصغار، ديال البنيات. المهم يا اما صغارات يا اما كبارات يا اما جالات يا اما ارملات. المهم بحال هكايا كيكونوا باقيين صغار مساكن وكيكتب عليهم المكتوب. المهم حتى هما يديروا القبول ديالهم، علاش لا؟ يعني ماشي المراه غير يعني يعني طلقات صافي ما بقاش غادي يتزوج، ربما يجيب لها ربي واحد اخر يكون احسن منه. ماشي بالنسبه للمراه مات ليها الراجل حتى هي صافي غادي تفني الحياه ديالها، حتى هي مسكينه ممكن تزوج، حتى هي رانا كتسنى حقها في الدنيا. وبالنسبه للبنت حتى هي اللي كتكون مسكينه يعني يعني فاتت هكايا لربي عندك شي باقا ما تزوجاتش، حتى هي مسكينه راه كيخصها يعني تتقلب على السعد ديالها. راه كاين اللي كتوصل حتى ل 50 عام كاع وكتنوض تقلب، والله العظيم الا هذوك راه قال لك الله عطاك السعد البيره الا ما الا بارت الا بارت. راه كاينه المراه والله العظيم اللي كتكون شحال من المراه كتكون بايره وفاتت 40 وفاتت 40 وقريبا ل 50، واقسم من قسم بالله الا كيجيب لها ربي شي سعد ما نقول لكمش، قسم بالله ما يجيبوش ربي حتى لذوك اللي كيكونوا باقيين صغارات والله العظيم تيجيب لها. والله العظيم كانت واحد السيده ساكنه حدانا هنا مسكينه وكتقول لك وصافي انا عاد نمشي جلست عيت وفي الاخر نتزوج واحد الا ما كان خصني تكون عنده الطونوبيل يكون عنده ويكون عنده. والله العظيم وجا هذاك السيد اللي بالطونوبيل ديالو كلشي، ديك الساعه المراه ماتت ولادو كلشي في فرنسا وبقى غير هويا بوحديته وبالطونوبيل وكلشي. والله العظيم وهي نيت كبيره قلت زعما تلايمات هي وهي وتزوجات. والله العظيم ايوا انت يا البنت الا بارت على سعدها دارت، كيقولوها كيقول لك البنت الا بارت على سعدها دارت. ايوا المهم اخواتي، هذا القبول اللي غادي نعطيكم دابا. دابا شنو غادي ديروا؟ غتاخذوا الرند غير ورقه وحده كاع باركه، وغادي تجيبوا هذيك البريكه أولا البوطه. هي من الاحسن البوطه كتكون في الكوزينه. غادي ناخذ بريكه وغادي نجي حتى لوسط الدار اولا البيت النعاس ديالي اولا فين ما كنت. المهم الوسط ديال الدار ديالي غادي نجي حتى الماكينات وغادي نشعل ديك البريكه، غادي نشعلها وسط الدار ديالي، غادي نشعليها وغادي نخلي ديك الرنده كتحرق. هذيك الرند كنخليها كتحرق وحده اولا جوج كيف ما بغيتو نتوما. صافي انا شاعله عليها وهي خدامه كتحرق، فهمتي؟ هي خدامه كتحرق، ولكن ملي هي كتحرق انا شنو غادي نقول؟ دابا راني شاعله عليها والا طفات عاوتاني نعاود نشعليها ماشي مشكل، الا طفات نعاود نشعليها، الا طفات عاوتاني نعاود نشعل عليها. دابا ها هي يا طفات، ها هي دابا انا شعلت عليها، دابا انا شعلت عليها وشنو كنقول؟ ما حرقتش الرند، حرقت قلوب الرجال عليا. السعد ديتو وما خليتو حتى الولية. نعاود لكم من الاول، اسمحوا لي ما عرفتش شنو كان قاصني هنايا. ما حرقتش الرند، حرقت قلوب الرجال عليا. السعد ديتو وما خليتو حتى الولية.
ندي احسن الرجال ونبقى في عينيه كيف التريه. صافي بحال هكا غادي نقولوها، هادي غادي نقولوها ونعاودوها 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 7 ديال المرات وحنا كنقولوها. المهم الران راه في يديا، انا كنشعل واخا كيطفى معليش، ونعاودها عاوتاني. ما حرقتش الرند، حرقت قلوب الرجال عليا. وديك الرند راه شعل فيه العافيه، واخا يشعل ويطفى عاوتاني ماشي مشكل، انا كنقرا وانا كنشعلو. حرقت الرند، ما حرقش الرند، حرقت قلوب الرجال عليا. السعد ديتو وما خليتو حتى الولية، ندي احسن الرجال ونبقى في عينيه كيف ترية. ونعاودها عاوتاني مره اخرى حتى نكمل ديك السبعه. صافي ساليت الرند، صافي ساليت الرند، صافي كله ساليتو، صافي. وكتبقى داك دخنا هكا هي دايره في الدار ديالي، صافي السعد ديالي راه ديك الساعه راه انا طلعت معايا ديك الريحه، وديك ديك الريحه راه انا شميتها، والدار ديالي دار فيها داك يعني دار فيها داك الدخان ديال الرند. صافي 7 ديال المرات وانا كنقراها، صافي. ومن بعد انا كملت هذيك القرايه اللي قلت لكم انا. وان شاء الله ما غادي يكون عندكم غير واحد القبول اللي ما نقول لكمش عليه. هادي راه زعما كانت مجربه، وراه هادشي راه كانوا كيديروه الناس ديال زمان. هادشي دابا اللي كنقول لكم انا راه يعني من غير القران وداكشي، هادشي اللي كنقول لكم انا راه كانوا تيديروه الناس ديال زمان. راه في الحقيقه حنا راه ما نعرفوش ليهم، راه ما نعرفوش داكشي اللي كانوا تيقولوه هما، هذيك الامثله اللي كانوا كيقولوا داكشي، وداكشي ديال المعاني، وداكشي ديال سبحان الله العظيم اللي كيقولوه هما، حنا راه ما نعرفوش ليه. صافي بحال هكايا، وراه السعد ديالك غادي يجي. حرق ما حرقتش الرند، حرقت قلوب الرجال عليا. السعد ديتو وما خليتو حتى الوليه، ندي احسن الرجال ونبقى في عينيه كيف تريه. صافي بحال هكايا، وغادي نكون ديك الساعه ان شاء الله رانا درت القبول ديالي بهذا الرند. بهذا هو يا الرند، يعني واخا تكون غير وحده كفايه، كانوا جوج ماشي مشكل، غادي يعطيو الريحه بزاف. كانوا حتى ثلاثه ما عنديش مشكل، المهم اللي كان عندي انا نحرقه قد ما كان يعني بحال هكايا كثير، ثلاثه او اربعه ولا شي حاجه، ويعني وجاني داك الدخان في الدار. راه مزيان وما نبقاش في الكوزينه، الا ماشي في الكوزينه، صافي نخرج من الكوزينه ونجي حتى لوسط الدار ديالي، ونقدر كاع نبقى هكا نتسرى في الدار ديالي. انا شاعله وانا كنتسرى في الدار ديالي هكايا، انا شاعله ولكن ما نبقاش في الكوزينه، الا داك الطرف ديال الكوزينه لا ما نبقاش فيه، غنبقى في الدار ديالي وسط الدار ديالي. وانا كنقول هادشي اللي كنقول لكم، يعني باش يعني تكونوا دايرين داك القبول، تكونوا دايرينه مزيان. المهم اللي كان عندكم هي جوج يا ثلاثه يا اربعه يا وحده ماشي مشكل، قد ما كان عندكم بحال هكا جوج ولا ثلاثه او اربعه، نشعلوها ونخليو داك الباخ. انتم عارفين داك الباخ راه منين حنا كنستنشقوه والله العظيم انا كنرتاحوا، يعني سبحان الله العظيم كتجيك واحد الراحه في سميتو في الدماغ ديالك، وكتحسي بواحد السعاده، وكتحسي بواحد السعاده سبحان الله العظيم، في واحد الراحه في العقل ديالك بهذا الرند. هذا هوايه، يعني راه في الحقيقه حنا خصنا كل مره نديرو هذا الرند، كل مره نديروه بلا قبول حتى بلا شي حاجه، خصنا ديما نديروه. لحقاش حتى هو زعما كاينه راه في الحقيقه كيساعدنا بزاف في سميتو في الطاقه الايجابيه هذا الرند. يعني في الحقيقه انا البنادم ما خصوش يفوت الدار ديالك، واخا غير وحيده كاع ونشعلها ونشم ديك الريحه ديالها، غير وحيده كاع نشعلها ونشم ديك الريحه ديالها، ولا كاع ما نديروش شاي. المهم هو ديما بحال هكا، حنا كنديروه للطبخ، نتوما عارفين حنا كنديروه للزيتون المشرمل، كنديروه في سميتو يعني في الماء في الاكلات ديالنا كاملين، وكنديروه هكايا حتى في سميتو في الطاقه الايجابيه، يعني بحال هكايا كنديروه في السعد، كنديروه في سميتو في العين، كنديروه هكايا في الحسد، كنديروه بحال هكايا في التابعه، كل شيء، يعني كنبخروا به الدار، وكتولي الدار عندنا نقيه، والطاقه السلبيه كلها كتخرج، وكتبقى عندنا غير الطاقه الايجابيه. نديروا بحال هكايا ونحلوا الشرجم ونخليو ديك الساعه الهواء يخرج، هذه فاش نبغيو نبخروا به غير هو بوحديتو. صافي كنديروا كنخليو ديك الطاقه السلبيه تخرج وتدخل لنا الطاقه الايجابيه. كنتمنى اخواتي ديروا هاد السعد اللي قلت لكم انا للبنيات، والله يجعل ان شاء الله ربي هاد السنه ما تجي فين تخرج، تكونوا ان شاء الله كلكم تزوجوا ان شاء الله بحول الله. شكرا اخواتي، والى الملتقى ان شاء الله.